Bonjour, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ma cuisine. مرحبا بكم dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer du pain. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. Pour المقادير نتاع خبز دار 300 غرام دو فارين، 300 غرام نتاع الفارينة، 200 غرام دو سمول فين، سميدة اللي نسيبو بها الحرشة، لسمول فين 200 غرام، إين كويارة كافي دو سيل، معلقة صغيرة نتاع الملح، 9 غرام دو لاليفور بولونجيغ، 9 غرام نتاع الخميرة د الخبز، إين كويارة سوب دو سكر، معلقة كبيرة نتاع السكر، 40 غرام دو بوغ، 40 غرام نتاع الزبدة، et 310 ملليلتر دو لو تياد، 310 ملليلتر نتاع الماء دافئ. خديت الخلاط، بسم الله، ولا ماشين، جو في ميتر دو لو دو لا ليفيور دو سكر دو لا سومول السل لسمول كي جي ميكسي سميدة اللي طحنتها جي غامسي لاباط اي جي بالي ترافايي دون لا ماشين جي لي ميتر دي بور زبدة غادي ندير الزبدة جيمي شوية نتاع الزيت ان بو دو لويل جي ترافايي ما بات 10 دقائق 10 مينوت جي بلي كوفغيغ جي نخليها تختمر فوالا لا بات الي غونفلي جي لي ليسي 40 مينوت 40 دقيقة شوية نتاع الزيت ان بو دو لويل غادي نقطعها على أربعة كات بان un peu de semoule fine samida raqiqa et voilà le pain صحة والراحة Et bon appétit, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avant que je mette au four, je mets de l'eau. Et je le mets à 220 pendant 25 minutes. 25 minutes.